وفي مسجد الشجرة الذي يبعد 6 كيلومترات عن المدينة يؤدي الحجاج الصلاة كما أدى الرسول الأكرم وفريق من المهاجرين والأنصار الصلاة هنا. إن مسجد الشجرة هو ميقات الحجاج الذين يتوجهون من المدينة إلى مكة، فالذين لبسوا ثياب الإحرام في المدينة يحرمون هنا مرة أخرى، ثم يرخون أحزمتهم وينوون ويشدونها ثانية، وهنا يقوم البعض بتغيير الثياب. ومما يؤسف أن مسجد الشجرة غير مسقف وغير مهيئ لاغتسال الحجاج. إن ثياب الإحرام التي يرتديها الرجال تتكون من قطعتين من القماش الأبيض غير المخيط، يجري لف إحدى القطعتين حول الخصر والأخرى تغطي الكتفين والظهر. أهي النواة وشطرها أم أنها القدر المشواع؟ يا منشئ الأحياء من علق ومن طين وماء، يا باعث الأشلاء من أجزاثهم بعد العفاء، يا منشئ الأحياء من علق ومن طين وماء. وفي الطريق من المدينة إلى مكة توجد بعض المقاهي حيث تتوقف عندها السيارات لرعاية راحة الحجاج، وكذلك يهتم السواق هنا بسياراتهم. تجلى وتبهر بالضياء، ها نحن منك بما وعدت لك في هذا الدعاء،